مشاهدينا الكرام، هناك مجهود كبير جدا بيتم داخل مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية، من تحديد المواعيد، من إرسال رسائل للطلاب بالمواعيد الاختبارات المختلفة. النهاردة عن هذه التساؤلات وهذه الاستفسارات بيكلمنا عنها السيد العميد أركان حرب إكرامي محمد خطاب، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للتنسيق. سيد العميد إكرامي، أهلا بيك وتحياتي لسيادتك. أهلا وسهلا. دايما سيد العميد إكرامي، دايما مكتب التنسيق بيبقى حريص على التسهيل على ولادنا الطلبة الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية الأخرى. أهم الجديد السنة دي والإجراءات اللي بتتم داخل مكتب التنسيق؟ بالطبع فندم، مكتب التنسيق بيحرص على أنه يسهل جميع إجراءات التقديم للطلبة اعتبارا من ظهور نتيجة الثانوية العامة. بنكون شغالين فندم مع الموقع قبلها بفترة، نجهز الموقع، بنستقبل نتيجة الثانوية العامة بعد ظهورها من الوزارة، بنوصل البيانات لإدارة النظم تكون متاحة على الموقع. الطالب بيقدر يسجل بياناته بالرقم القومي ثم بيظهر له المجموع، بيستكمل إجراءات التسجيل البيانات الابتدائية. بتحدد الطالب بنهاية التسجيل توقيت لحضوره لمكتب التنسيق لليوم الأول، وده بيتم فيه سحب الملفات وقياس الطول والوزن ثم اختبار السمات. يعني أول إجراء بيتم للطالب هو تسجيله على الأكاديمية العسكرية، موقع الأكاديمية العسكرية المصرية، وبالتالي بتحدد له ميعاد أول يوم بيجي بيعمل إيه فيها يا أستاذ العميد؟ بيوصل الطالب عندي على باب 4، بيتم تفتيش الطالب وتسليم أماناته، ثم في منطقة تلقين بنتأكد من المجموع الطالب وبيتقسم للقسم العلمي والقسم الأدبي والدبلومات. عندي منافذ متقسمة لجميع الأقسام، كل منفذ خاص بالقسم بتاعه سواء علمي أو أدبي أو دبلومات. الطالب بيكون معاه بطاقة الرقم القومي، بتأكد أن الطالب هو ده اللي قام بالتسجيل فعلا على الموقع، وبنقرأ بيانات الرقم القومي ويكون مسمع معايا في المنظومة، ثم بعد كده بيسحب الملف وبيقيس طول وزن، وبيتلزق للطالب باركود على الملف بتاعه في جميع بياناته ومحتوياته برقم سري. بيستخدم الرقم السري ده في نفس اليوم لتسجيل باقي البيانات الاجتماعيه واستخراج رقم القيد. في نفس اليوم بيجري اجراء اختبار السمات في نفس اليوم، عشان يعني تسهيلا ليه برضو كمان. تمام سيادتك، هو كده بيتم فعلا اختبار السمات. بعض الطلبه بتنتظر رساله السمات بدون ما يكون سجل البيانات الاجتماعيه واستخراج رقم القيد، ودي نقطه بنتلا فيها. بنتوصل المنظومه بنتابع الطلبه اللي وصلت لمرحله الاختبار بدون تسجيل، بنبعت لهم رسائل بنفكرهم ان هو لازم يسجل الرقم القومي، ان يسجل بيانات الاجتماعيه لاستخراج الرقم القومي، ونظهر له نتيجته في السمات. طب في حاله ان هو ما سجلش بعد اول يوم هنا ليه في الاكاديميه واجرى الاختبارات واستلم كمان الملف، لو ما سجلش سياده العميد الكرام سياده الفريق إيه؟ سياده الفريق هنا صدر لينا اوامر ان احنا نقدر نفتح له، كنا محددين ب 48 ساعه بعد سحب الملف. سيادته ساب ده مفتوح على الموقع، بحيث ان الطالب في اي توقيت لو عنده صعوبه في استخراج اي بيان او تجمع اي داتا للبيانات الاجتماعيه مسموح له جميع مده السحب يقدر يسجل فيها. ده متاح السنه دي؟ متاح فندم السنه. طب بالنسبه بقى لطلبه الاي جي والشهادات المعادله والاجنبيه، ايه اللي بيتم فيها يا استاذ العميد؟ احنا السنه دي يا فندم قسمنا التقديم على الموقع لثانويه عامه 2023 كان متحدد لها توقيت، ثم ثانويه عامه 2024 لفصل الطلبه والتنظيم العمل داخل مكتب التنسيق، واتحنا لطلبه الدبلومات الدبلومه الامريكيه والاي جي والحاصلين على شهاده الثانويه العامه من الدول العربيه، بنخصص لهم يوم الخميس من كل اسبوع تسهيلا على وصولهم للكليه ومراجعه شهاده المعادله ليهم.